معكم وبكم مكملين مشوار الصباح بفقرات ومواضيع متنوعة. بعدما تطرقنا للأخبار المحلية في المدينة بنروح لضيوفنا وأول مواضيعنا. مركز يافا الثقافي ينظم العرض الثاني لمهرجان سينما الشباب الدولي. الشباب طاقة فنية خلاقة، هم من يصنعون الجديد والمتميز في تاريخ أي إبداع خاصة في العصر الحديث. جمعية السينمائيين الفلسطينيين الشباب افتتحت مؤخرا مهرجان سينما الشباب الدولي في دورته الرابعة في رام الله. مركز يافا الثقافي في نابلس هو المركز الوحيد اللي قدم عروض الأفلام خلال أيام المهرجان. كيف كانت العروض وإيش هي الأفلام اللي تم عرضها في مركز يافا؟ وأسئلة وأجوبة كثير عن الموضوع بنعرف إجابتها مع منسق الأعلام في مركز يافا السيد شاهر البدوي. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك، صباح الامل والنشاط والتفاؤل لحضرتك سيد شهر ولكل العاملين في مركز يافا، لكل الموجودين في محافظه نابلس والوطن الغالي فلسطين. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. نحكي اليوم عن الافلام اللي تم عرضها في مركز يافا ضمن مهرجان سينما الشباب الدولي. في البدايه سيد شهر احكي لنا وبشكل موجز عن المشاركه مع جمعيه السينمائيين الشباب وعرض الافلام اللي تم عرضها في المهرجان. تفضل. بنطلق من اللي بدأت فيه خيتة ميساء، أنه الشباب هم الطاقة، هم المستقبل، هم الأمل، ولازم كثير نركز على هذه الآمال، هذه الألام، هذه التجارب، هذه الخبرة، هذه الإبداعات. ومن هنا كانت فكرة جمعية السينمائيين الفلسطيني الشباب بإقامة مهرجان دولي لسينما الشباب. كان لنا شرف المشاركة معهم على مدار 4 سنوات. كان هناك مؤسسات أخرى تشاركهم في نابلس. السنة لسوء حظ مدينة نابلس أو لحسن حظنا في مركز يافا الثقافي إن كنا الشركاء الوحيدين لهم. هذه التجربة غنية بالمعرفة وتجارب الشباب على مستوى فلسطيني وعلى مستوى عربي وإقليمي وعلى مستوى دولي كمان. نعم، إيش هي الأفلام اللي تم عرضها في المهرجان؟ هي مجموعة كبيرة من الأفلام، طبعا هي إنتاج وبتحكي عن قصص شباب بشكل مباشر. في اليوم الأول اللي هو كان 20 الشهر في مركز يافا الثقافي عرضنا مجموعة من الأفلام، كانت مكونة من 5 أفلام بقدر أذكرها بشكل سريع. اللي هي كان في عندي فيلم حذيفة، هذا من فلسطين، بيحكي عن فيلم عن قصة طفل بيعاني من فشل كلوي في مدينة غزة، وبعد الحرب وتدمير بيته لجوا إلى كرفان وبعدين إلى بيت صغير حاليا بسموه بيت، وبقدر يتعايش هذا الطفل الفلسطيني مع آلامه من المرض وآلام الحرب اللي نتجتها من خلال تدمير بيته. جميل. كان في عنا فيلم من الجزائر اسمه طائر بلا وطن، وبيحكي كمان عن تجربة طفل كان في بداية الحرب واليوم صار شاب ورغب انه بقدر يبني مستقبله، بس هموم وآلام الحرب اللي عاشه بطفوله ظلت ملاصقة له وبخيلته. بنحكي عن فيلم من العراق اسمه البنفسجية، بيحكي برضه عن قصة خلال الحرب في العراق وأم جريحة وابنها بيحاول ينقذها وبتعرض لضغوط كثير. بنحكي عن فيلم من النرويج بيحكي عن قصة امرأة تعاني من مرض السرطان وكيف أهل بيتها قدروا يتعايشوا معها، يعني بتعرف التغيرات الشكلية اللي بتطلع على مريض السرطان. صحيح. وكان في عندنا فيلم من تركيا برضه عن قصة لجوء من سوريا وكيف قدرت تتقلب على هذه الظروف الصعبة في مدينة أزمير التركية وكديش حلمها كان بالهجرة وبعدين تحول حلمها للعودة إلى وطنها الأم سوريا. بالنتيجة والمحصلة هذه المجموعة كانت في اليوم الأول من الأفلام كثير بتحكي عن هموم مشتركة لكل الشباب إن كان فلسطينيا أو عربيا أو عالميا، وممكن نعيشها فرادة أو ممكن تكون في جزء كبير من الوطن الغالي فلسطين إن كان في 48 أو في الضفة الغربية أو في القدس أو حتى في غزة اللي هي عانت الويلات خلال الحرب 2000. نعم، يعني صحيح بنستنتج أنه الأفلام كانت متنوعة وبتستهدف كثير من المجالات، سواء كان يعني اتطرقنا للكرفان، لطائر بلا وطن، لمواضيع مثل العراق والامرأة التي تعاني من السرطان، يعني اللي كانت المجالات مختلفة. هلا كيف كانت آلية عرض الأفلام سيد شهر؟ هي الأفلام يعني كيف تفضل. السنوات السابقة كان في معظم العروض يجي مخرجين لهذه الأفلام، الناس يعني كانت فيها فكرتهم وكان نطرح الموضوع للنقاش. اليوم بسبب يعني ضعف
التمويل، ما قدرناش نجيب جزء كبير من المخرجين اللي كانوا مشاركين خصوصا من دول خارج فلسطين. نعم. النقاش كان داخلي، انعرضت الأفلام وكل واحد من المشاركين، يعني احنا كان في عندنا مجموعات من اللي شاهدوا، في قادة كشفيين، في ناس من المؤسسات، قادة مجموعات شبابية، يعني كثير كانت متنوعة المجموعات المشاركة، ذكور وإناث، بنحكي طلاب، بنحكي عاملين، بنحكي موظفين، يعني أكثر من قطاع، فكلها أجملنا أنه كل واحد شاف الفيلم من زاويته. وكان نعم في جميل. بعد الأفلام إدارة نقاش حول ماهية الأفلام وشو وصلت رسائل وشو بنقدر نستفيد منها. نعم، المهم تم فتح باب النقاش والمشاركة التفاعلية للشباب، لأن يعني أي حدا بحضر فيلم بتبادر لذهنه كثير من الأسئلة بحب أنه يجاوب عنها. صحيح صحيح، وإحنا في مركز ياسر الثقافي هدفنا الآخر من عروض هذه الأفلام مش فقط أنه تطرح النقاش وتطرح المشاكل أو الهموم أو الرسائل اللي كانت في هذه الأفلام، هدفنا الرئيسي والآخر أنه نشجع الشباب الفلسطيني، وفي جزء كبير من هذه الشباب عندهم هواية. نعم. احنا في مركز ضيافة الثقافي وفي كثير مؤسسات زينا، مثلا زي جمعية سينمائيين فلسطينيين الشباب، بنقدر نساعد بالمعدات وبالتكنيك وكل التفاصيل. اي شاب بفكر انه يعني يشارك باخراج فيلم، بيوصل رسالة بطريقة معينة، ممكن نساعده ونحفزهم انه الامور مش صعبة كثير، كل واحد بيقدر يوصل رسالته بشكل كثير بسيط وواضح. هذه الأفلام ممكن تنقلك إلى عالم آخر حتى. صحيح. على المستوى النفسي والوجداني. في اليوم الثاني اللي هو كان يعني حكينا عليه اللي هو كان يوم السبت، نعم، برضو كان في مجموعة أخرى من الأفلام تسمحي لي أعرج عليها. تفضل. كان في عنا برضو من فلسطين فيلم اسمه أميرة الألحان، وهذا بحكي فيلم يعني قصة بده يعني يشوف مستقبله لكن كل الآفاق تسكرت قدامه. نعم. وجمعوا مجموعة من الشباب عشان يلاقوا حل مشترك لمشاكلهم. كان في عنا من لبنان فيلم اسمه عائد، برضو لشاب فلسطيني، بحكي عن قصة تجربة شاب في اللجوء وحكمه بالعودة، وكيف بده ينتقل من العاسية لبيروت، يعني كثير في موضوع فيجن كثير. وفي برضو من لبنان كان في عنا فيلم اسمه مافي، وهذا الفيلم بيحكي قصة برضو لاجئ من سوريا هاجر إلى لبنان. وفي النهاية كان في عنا فيلم اسمه هند، هذا برضو فيلم بيحكي عن لاجئة سورية لكنها موجودة بين اليونان وتركيا، وقصة معاناتها وكيف تتعايش مع أمور الهجرة. في اليوم الثاني كان شوية زخم لأنه الموضوع بيحكي نعرف في مخيم بلاطة، مخيم للاجئين الفلسطينيين، قصة اللجوء والأفلام اللي انطرحت اللي هي كانت في سوريا أو حتى في لبنان. فيلم عائد كثير كثير لك التفاعل، لأنه هذا هم مشترك لكل اللاجئين الفلسطينيين، بتوقع أنه هم مشترك وحلم كبير لكل الفلسطينيين، خاصة بالوقت الحالي قضية اللاجئين. صحيح، وهي على المحك وقدام هذه الضغوط. صحيح. خلال يعني 4 سنين بالشراكة مع جمعية السينمائيين الشباب، كيف بتشوف سيد شاهر مشاركة الشباب وتفاعل الشباب؟ هل عام عن عام بتم التفاعل بشكل متزايد؟ والله يعني احنا نأمل ذلك، هو في تزايد بس بشكل مش منتظم او بشكل بطير مش ثابتة. حتى نعم. بتحكي انه الاهم بهذه الافلام انه الشباب تبادر من خلال جامعة النجاح قسم الاعلام. نعم. من خلال مؤسسات وحدة زي وحدة الميديا في مركز يافا، في مؤسسات كثير بتهتم بهذا المجال، في عنا مؤسسة شاشات في رام الله بتهتم بسينما المرأة، برضو شركاء لنا وجمعية السينمائيين الشباب طبعا هذا شريك رئيسي، انه نعزز دور الشباب وافكار الشباب، الشباب ودورهم في التعبير عن ذاتهم من خلال الكاميرا، من خلال رسائل اكثر. وخلال ال4 سنوات هذه كان في عندنا نشاطات مشتركه احنا وجمعيه السينمائيين الشباب، عملنا لقاءين كان على مستوى دولي في مركز ضيافه الثقافي. اللقاء الاول كان مع مجموعه ايطاليه بتهتم برضه بصناعه الافلام، وعملنا فيلم عن مدينه نابلس كان اسمه ماي بليس. نعم. بنحكي عن احنا نابلس والوطن الفلسطيني مش بس حجاره وماضي لا، هي تمتلئ بالروح وبالتواصل الديموغرافي الفلسطيني. نعم. على مدار آلاف السنين. وكان في عندنا في نهاية 2016 دورة برضو مع مجموعة مش كبيرة من شباب الاتحاد الأوروبي كان اسمها آي تو آي، فكرتها
انه ماذا ترى العين الفلسطينية في هذا العالم، وبدنا نقولها للعالم كله ونسمع للعالم برضو في رواية اخرى للعالم. احنا مش عايشين لحالنا في هذا الكوكب. ما شاء الله عليكم، كانت تجربتين كثير رائعة. ما شاء الله عليكم، كل الاحترام لأي مؤسسة أو مركز بيعمل دائما على دعم الشباب ورفع من قدراتهم. شكرا لمركز يافا، شكرا لحضرتك سيد شاهر بدوي منسق الإعلام في مركز يافا، أهلا وسهلا فيك ونورت البرنامج. شكرا لإذاعة نابلس ويسعدكم، وشكرا لك، شكرا لك نورتنا.